السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيك دعاء. أي واحد بينتمي لعيلة معينة بيبقى عارف أصله وفصله ويقولوا إيه، ده طالع لأبوه، ده يشبه جد في صفاته، ده واخد من خاله كذا. طيب حد جه في باله إنه يفكر في أبونا آدم وصفاته وقد إيه إحنا شبهه واخدين منه إيه ومش شبهه في إيه؟ حد فيكم تأمل الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن البني آدم؟ ده اللي هنحاول نعرفه من ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يحفظك ويسترك ويكرمك ويرضى عنا وعنك يا رب العالمين. يا رب استرنا يا رب، ادخلنا يا رب انا وانت وولادي وولادك وكل الناس وولادهم، اللهم ادخلنا دائره الالطاف وامنا من كل ما نخاف، اللهم ادخلنا حسن تحسين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اجبر بخاطرنا جبرا يتعجب منه اهل السماوات والارض وما بينهما، جبرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك وعزتك وعظمتك ورحمتك وملكك وملكوتك يا رب. خرجنا من الدنيا على خير، استرنا واغفر لنا واكتب لنا الفردوس الاعلى واهدينا وراضينا، ودي اولادنا الصحبه الصالحه وبعدهم اصدقاء السوء يا رب، واحسن خاتمتنا امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يا رب تقبل يا رب يا رب، واكتب لنا العمره والحج قريب وكتير. خلاص كل سنه رحتي. ده انا مشتاقه اكتر، لما رحت مشتاقه اكتر. يا رب اكتبها لنا قريب تاني يا رب، واكتبها لكل اللي نفسه يا رب. انا نفسي احلى رحله والله في الدنيا العمره دي، احلى رحله ربنا يكتبها لنا ان شاء الله، والحج السنه دي يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انت رحت العمره وقعدتي ايه السوشيال ميديا وبتاع وما الى ذلك، فاشتقنا. كل الناس قعدت تغزينا بقى. لا انا كنت عايزه كل الناس يتمتعوا باللي انا متمتعه بيه، والحمد لله اللي وصلت. يعني انت بتصوري وبتجيب الكعبه وتقولي الكعبه ويلا ادعوا بقى. ادعوا كله بقى كان بيدعي. يا رب اكتبها لنا كلنا. شيخ احمد، انا كنت بقول يا رب ترجعي يا دعاء على خير. لا الحمد لله. والله رحله جميله، كل حاجه فيها ممتعه، الحمد لله. حتى العيا هناك ممتع برضه، كل حاجه جميله. العيا ممتع والله. كل حاجه جميله، ان شاء الله تتكرر تاني يا رب يا رب. البني ادم سيدنا ادم، ابونا ادم، ايه صفاته؟ هو ده بني ادم؟ لا احنا اللي بني ادم، احنا عايزين صفات البني ادمين. زي عمرو عبد الجليل لما قال سيدنا ادم ده بني ادم، فقال له بني ادم ازاي هو 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 الاب. هو ابونا. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا اللهم امين. كلمه ادم ده اسم أطلق على من خلق من التراب مباشرة في السمرة، فده أطلق على من؟ على سيدنا آدم. سيدنا آدم الله عز وجل خلقه من طين من التراب، ثم بعد ذلك خلق منه من سيدنا آدم زوجه حواء، ثم بعد ذلك بقت في ذرية وقاعدة المتضمنة بقاء النوع البشري ده اللي هو ومن كل شيء خلقنا زوجي، فبدأ بقى الكثرة، وبعد كده لغاية لما الدنيا بدأت متكونة من الحال اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. سيدنا آدم ربنا أسكنه الجنة اختيارا ليس عزما، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له خلي بالك من الشيطان، الشيطان ده عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تاكلش من الشجرة. وبعدين سيدنا آدم بدأ غلط، عصى آدم ربه فغوى، فلما غلط أكل من الشجرة، فلما أكل من الشجرة بدت له سوءته وكان لا يراها قبل ذلك. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما أورد ذلك الإمام أحمد رحمه الله من حديث الحسن مرسلا ومن حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موصولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سيدنا آدم أكل من الشجرة بدت له سوءته وكان لا يراها قبل ذلك. وهنا نقطة مهمة جدا، هو أكل من الشجرة عصيان، عصى الله عز وجل. هو سيدنا آدم لما عصى ربه هل عصى لذات المعصية ولا عشان هو بشر والبشر مش كامل؟ يعني ما فيش حد كامل، وبعدين الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ومدام هو مش كامل كذلك الأمر يأتي من بعده بعض ذريته، هنلاقيهم برضو مفيش مسألة الكمال، وهنلاقي حصل فيه إفساد في الأرض وحصل قتل لما حصل بين ولديه،
لما إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وحصل بعد كده كل ده، القتل ده جه ليه؟ قال جه عشان الجهالة، إن هم ما عندهمش علم. لو الإنسان بدأ يتبصر ويبدأ يفكر ويبدأ يتدبر في عاقبة المعصية هيتوقف. يبقى هنا نخلي بالنا، هو سيدنا آدم لم يعص الله رب العالمين، هو من صفاته أنه بيغلط، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم إيه؟ خطاء. فإحنا ما نجلدش بعض. فلما أشوف إنسان بيغلط أنا ما أجلدوش، أمال هعمل إيه؟ أقول له الطريق هنا، زي ما سيدنا آدم لما عصى ربه وأكل من الشجرة، بالمناسبة جري، وكان سيدنا آدم طويل، النبي بيقول كأنه نخلة سحوق وكان كثير شعر الرأس، يعني كان رأسه إيه؟ شعر طويل، وهو كان طويل، كان طوله 60 ذراع، الذراع 46 سنتي، ف 46 في 60، شوفي بقى بيدينا رقم كبير يعني. فسيدنا آدم حاجة 20 متر، فهو ماشي كده شعر رأسه جه في شجرة، فبيقول للشجرة سيبيني، قالت له لست بمرسلتك. فسيدنا فالله ناداه يا آدم مني تفر، أنت بتفر مني يعني ولا إيه؟ فقال ألا أستحييك يا رب. يبقى سيدنا آدم عرف إن هو غلط، وبعدين أصابه الحياء من الله عز وجل، والحياء ده فطري، ربنا خلق سيدنا آدم بالحياء ده، وبعدين عرف إن المخرج في التوبة والاستغفار، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى هنا يا جماعة الخطأ ده بيعتري كل البشر، لأن النبي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم، وأبو البشر اللي هو سيدنا آدم حصل منه خطأ، ما نجلدش بعض. لو إن إنسان غلط يبقى بنقول إياك أن تتمادى في خطأك، هنا الغلط، لكن أدام أنت عرفت أن أنت أخطأت وده صفة من صفات البشر أن هم بيغلطوا، يبقى على طول نرجع إلى ليه؟ إلى التوبة والاستغفار. وخلي بالنا أن المعصية بتتم عن جهالة، المعصية بتتم عن إيه؟ عن جهالة، أنا لا أتفكر في عاقبة الأمر، لا أتبصر في أمر المعصية وإيه الأثر المترتب على هذه المعصية، أنا مش واخد بالي من كل ده. فلتلاقي الإنسان بيقع فين؟ بيقع في المعصية. زي ما حصل، هو إيه اللي حصل؟ بالمناسبة المعصية دي بتتم عن نتيجة انحرافات موجودة سلبية في القيم اللي موجودة عند الإنسان. في انحرافات، الانحرافات دي في القيم اللي موجودة عند الإنسان بيبقى نتيجة الجهل ونتيجة عدم العلم ونتيجة عدم التبصر بالعواقب ونتيجة عدم التفكير، فيقع في الغلط. طب وأدام وقع في الغلط نقيم بقى عليه بقى ونبدأ نخرجه من الإسلام، من دائرة الإسلام؟ قال لا، ده سيدنا آدم غلط، هو أبو البشر وإحنا كلنا تبع لسيدنا آدم. طب إيه اللي حصل؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، بالمناسبة قالوا الكلمات اللي ربنا إداها لسيدنا آدم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه؟ إني كنت من الظالمين. يبقى أنا النهاردة عرفت إن صفة من صفات البشر وهي قضية الخطأ، لكن من أخطأ لابد أن يتوب إلى الله، ومن تاب إلى ربه وجد الله توابا رحيما. والنبي قال لنا الندم توبة، وقال الله عز وجل إنما التوبة للذين يعملون السوء إيه؟ بجهالة. نعم، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. نبدأ ناخد تليفونات مستنيانة. أم حسن أهلا وسهلا. إزيك يا دعاء؟ عامل إيه يا حبيبتي؟ أهلا يا حبيبة قلبي، أهلا. إزيك يا دعاء؟ أنت عامل إيه؟ والشيخ أحمد عامل إيه؟ إحنا كويسين. ربنا يجعلكم كويسين يا حبيبي. يا رب يا حبيبي. يجعلكم كده تفكوا يصلح حالكم كده وتهدوا الإيمان والإسلام. ادعينا لما تفتكرينا بصي للإيمان والإسلام، وربنا يقدركم على فعل الخير يا حبايب قلبي. يا رب لما تفتكرينا ادعينا بالستر والصحة، الستر والصحة. أنا بستنى البرنامج بتاعكم ده، وعارفة معاده الساعة 8 بالظبط حبيبتي. يعني انا امبارح كنت في شربان، والله بقيت زعلانه اللي انا ما سمعتكوش امبارح. حبيبه قلبي انتي ست جميله. ايوه والله العظيم كنت في شربان، عايزه اسال الشيخ احمد، قعدت طول النهار ما صليتش، وجت العشاء اتوضيت وصليت الظهر الاول، ورجعت صليت العصر، ورجعت صليت المغرب، ورجعت صليت العشاء. ما شاء الله انت كده عملتي حاجه طيبه. بعده يعني هل كده حلال ولا ايه؟ حاضر حاضر يا امي، انا هقول لحضرتك. السؤال الثاني عندي 4 اسئله. اتفضلي. والسؤال الثاني تدعي الجوز بنت تفك الكارب لانه محبوس ظلم. حاضر ماشي. حاضر. والثالث تدعو لاولادي لحسن
ونجلاء وعفاف ومحمد ربنا يبارك فيهم، احمد الاستاذ احمد والاستاذ رمضان والاستاذ ايمن والكابتن وائل، ماشي ادعوا لهم برضه بفك كربهم. واخر سؤال، ادعوا لاولادي بفك الكرب والنبي يا رب يا حبيبه قلبي كل الناس يا رب يا رب، والنبي ادعوا لجوز بنتي لان حاضر يا حبيبه قلبي هندعي لك ليكي ولاولادك وللكل، واحنا نشكرك جدا ومبسوطين من مكالمتك يعني الحلوه دي، ربنا يبارك فيك ويديك الصحه. نسال الله عز وجل ان يفك كرب المكروبين يا رب، وانت اللي تدعي لنا وربنا يفك كربه يا رب ويزيل همه ويذهب همه وغمه يا رب ويزيح كربه يا رب العالمين. وأولادها نسأل الله عز وجل أن يسترهم بستره الجميل وأن يرزقهم الصحة والعافية والغنى، اللهم آمين. أما بالنسبة للأولان هي عملت حاجة طيبة أوي. طبعا الإنسان ما ينفعش أنه يؤخر الصلاة عن وقتها طبعا. عشان نبقى القرآن ألف ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. وفي السفر في أن احنا نقدر نصلي قصر وجمع، يعني سهل يعني احنا مسافرين احنا عندنا جمع تقديم وجمع تأخير. أصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر ركعتين وركعتين في وقت الظهر أو في نهاية العصر، ما فيش مشكلة. وكذلك الأمر في المغرب والعشاء، المغرب ما فيهوش قصر ثلاث ركعات والعشاء هتبقى ركعتين والفجر طبعا ركعتين خلاص. طب اللي بيأخر الصلاة عن وقتها وما صلاش لا الظهر ولا العصر والمغرب ولا العشاء يعمل ايه؟ أدام يا أستاذة دعاء ما فاتش عليه اكتر من خمس اوقات يجيب الصلوات بالترتيب زي ما الحاجة عملت. نعمل ايه؟ انا مثلا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، اعمل ايه؟ صلي الظهر وبعدين صلي العصر وبعدين صلي المغرب وبعدين صلي العشاء. لكن مهم جدا لو انت تعمدت اخراج الصلاة عن وقتها عليك التوبة والاستغفار، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن مسعود قال رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها، وربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا مؤقت، ربنا وقته. وسيدنا جبريل لما نزل على سيدنا النبي وصلى الظهر في وقت والعصر في وقت وظهر تاني يوم، صلى الظهر مثلا في الساعة 12 وجه تاني يوم صلى الظهر مثلا 2:30 اللي هو قبل العصر على طول، فقال يا محمد ما بين هذين إيه؟ ما بين هذين وقت. تمام. نعم. معانا ملك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ شيخ احمد ربنا يجزيك خير، الله يحفظك يجعلك ميزان حسناتك يا رب، اللهم امين. شيخ احمد انا لي عند حضرتك سؤال. اتفضلي. وطول بالكم عليا معلش شويه. اتفضلي. انا دلوقتي ما معيش الا بنتي، وحبيت ان انا اقول لجوزي نعمل عمليه حقن مجهري تاني لان بنتي دي حقن مجهري، وانا دلوقتي جوزي دلوقتي بص لما ابويا مات ومثلا ساب لنا مثلا دكان او ايراد ارض او كده، قال لي لا امك بتقبض معاش بتاع والدي لانه كان شغال في الكهرباء، قال لي امك تعمل مثلا بتقبض بقى 2000 ألف عشان انا ليا اخ من ابويا لازم نديله حقه في ابوه ولازم نديله ارض ولازم نديله في البيت ولازم نديله في كل حاجه، فبده اخويا اللي هو ابن ابويا حقه عطاله حقه في البيت ارض وحقه في الغيط عايزين يديله فلوس، فداخلين امي داخله نص المرتب، قال لي لا لازم امك تساعدنا ب 1000 جنيه من المرتب عشان نعمل العمليه. ليه؟ انا عندي اصلا انا عندي سؤال قبل ما تكملي، انت عايزه تخلفي تاني ليه؟ مش خلفتي خلاص بنت ربنا وصحتها كويسه معايا وربنا يبارك فيها، ليه تخلفي تاني؟ كويسه والله يا ابو استاذه دعاء، بس هي بنفسها اللي عماله تقول لي مفيش حاجه اسمها هي بنفسها، كل واحد ادرى بظروفه حبيبه قلبي. يعني اذا انت هتروحي تستلفي وتحملي امك وتعملي مشاكل وتعملي قصص، انا مش قادره اقول انا ليه؟ طيب ما انت خلفتي خلاص احمدي ربنا. لان هي دلوقتي 1000 جنيه داخله ابو في الجمعيه عشان تسد اخويا، ودلوقتي والتاني بس انت قلت نقطه انا مش قادره مش انت خالص اسمعيني يا اختي. انا دلوقتي قلت مثلا انا هخش في جمعيه اخلص الجمعيه دي مثلا واخش في غيرها. ليه يا ملك؟ ليه تزنقوا نفسكم يا حبيبه قلبي؟ ما انت خلفتي بنت جميله وصحتها كويسه، تعالي شوفي الاطفال المرضى، احمدي ربنا وعودي ركزي كده وربيها تربيه كويسه. قالت في وسط الكلام احمدي ربنا، قالت مش قادره انا مش قادره لو مش قادره معاها ومش فلوس. قلت له مثلا قال لي طب هيسالني مثلا الفلوس جت من ايه؟ انا لو قلت له الجمعيه دي عملت الجمعيه برضو دي يا ملك هو انت اللي في مخك احنا طيب بنقول لك يعني حاجه وانت برضو عايزه تمشي في نفس السكه دي، هو انت ايه المشكله لو ما خلفتيش تاني او سيبيها بقى على الله؟ لو ليكي قدر هيجي لوحده من غير ما تروحي تعملي عمليات.
ايه؟ احنا في ارياف ما ينفعش الراجل يقعد على بنت واحده، عيب. في حاجه اسمها كده؟ ليه هو مين اللي ربنا اللي بيدي؟ ليه عيب؟ ليه عيب؟ ليه عيب؟ احنا في ارياف ما ينفعش. وليكن ايه الارياف؟ يعني الارياف ده شرع؟ الارياف دول اللي حواليكي دول اللي هيتكلموا هم هيجوا يدوكي الفلوس؟ هيجوا ياكلوكوا ويشربوكوا؟ وبعدين لا قدر الله، انا هقول لحضرتك يعني سيب الامر على الله عز وجل. أيوة. ادام معكيش فلوس خلاص، يعني الكلام ده لو معاكي فلوس هنقول والله ادفعي وصرفي واعملي وبراحتك بقى خلاص، يعني اسعي في الامر. لكن لا قدر الله حصلت دفعت الفلوس وفسدت العمليه او فشلت العمليه في اول مره، هتعملي ايه؟ هتقولي والله اصل الناس هييجوا يقولوا اصل ما ينفعش ان الراجل ده، اقدار ربنا قدر كده وربنا قضى كده. فانت عندك بنت، البنت اعمل ايه بقى؟ تربيها تربية حسنة، تحسني إليها، تعلميها تعليم كويس جدا جدا، تسعى على تربيتها وتعليمها وتأدي بها، إن شاء الله تكوني مع سيدنا النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. وما تقعديش تظلمي نفسك ولا تظلمي أمك ولا تظلمي أخوكي، وهو جوزك عايز يجيب فلوس وما تديش، عايز هات فلوس صح ولا لا؟ ما هو دي نقطة تانية، ما تديش بقى ودها لكلام الناس، ده لكلام الناس كمان وجوزها كمان، دي حاجة. لا خلينا بس كلام الناس، كلام الناس ما تديش كلام الناس خالص، لأن الناس مش هتفيدها، لا هتنفعها ولا بل بالعكس هتضرها. الحاجة التالتة بقى، لو جوزك هو عاوز الكلام ده وأنت محتاجة خلاص كلف يا سيدي، العملية دي هتكلف 50,000 والله ادفع. لا هاتي من أمك، أمك مش ملزمة بينا، أنا متجوزة راجل والراجل ده هو اللي المفروض هو يصرف على الست. طب أنا والله معيش فلوس، خلاص اللي معهوش ما يلزموش وانتهينا من المسألة دي. لكن قلت في ثنايا الكلام أنا مش قادرة، أنا معرفش هل مش قادرة ماليا زي ما عارفين ولا كمان مش قادرة صحيا، تبقى مشكلة إني بقى مش قادرة صحيا واجي أنظر إلى كلام مين؟ إلى كلام الناس. لا طبعا خليكي وبعدين عقلة. الانبياء خليكي عقلة. ما اعرفش هل هو عاوز عشان يجيب الولد؟ طب ولو جه بنت هنعمل ايه؟ وبعدين الانبياء كانوا اباء ايه؟ بنات صح. ربنا يهدي الاحوال في كل البيوت يا رب. شيخ احمد بقى. مش اشكرك انت قاعد معانا لاخر الحلقه بس هنقدم دلوقتي تقرير انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للتميز في الرعايه الصيدليه بهدف تطوير الاداء الطبي للصيادله وتقديم رعايه صيدليه متميزه تحت رعايه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان وبرئاسه الدكتوره مها ابراهيم رئيس امانه المراكز الطبيه المتخصصه. تعالوا نشوف التقرير. الحقيقه النهارده المؤتمر تتويج لمجهودات امانه المراكز الطبيه المتخصصه وهي جزء اصيل من وزاره الصحه في تقديم خدمه صحيه متميزه. اللي بيميز خدمات اللي بتديها الامانه الجوده، وده العنوان الاساسي لخدمات الامانه. الامانه ومراكز الامانه قدرت تعالج حوالي اكثر من 5 مليون مريض مصري في النص الاول من السنه فقط، رقم كبير جدا. تخيل نقدر نعالج العدد الكبير من العيانين ده بجودة عالية. الحقيقة دكتورة مها رئيسة مراكز الأمانة عاملة مجهود كبير جدا مع الفريق بتاعها. الاتجاه بتاع الجودة بتاع الدولة كلها والمنظومة الصحية في مصر متفق معنا في ساندوز، لأنه احنا الوعد بتاعنا للمريض المصري ان احنا بنقدر نوفر له أدوية عالية الجودة، جودة قياسية عالمية متوافق عليها من هيئة الدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوروبية في مجالات المسائل الحيوية أو الأدوية المثيلة، بس باسعار محليه. والله انا يعني حاسه بفخر كبير جدا ان احنا نظمنا المؤتمر السنه دي، هو دي الدوره الرابعه ليه وبقاله كذا سنه بيتعمل، بس السنه دي بصراحه بيتعمل بشكل مختلف تماما وعلى بصراحه سكيل اكبر بكتير. فيعني ده فخر لينا ان احنا ننظمه السنه دي بالشكل ده، واتمنى ان هو يعني ينال اعجاب الناس. هو طبعا اصعب يمكن حاجه الحضور، جايين من كل محافظات مصر، مديرين مستشفيات تقريبا كل المستشفيات الحكومية على مستوى مصر وجهات حكومية، كل رؤساء الهيئات أو من ينوب عنهم ووزارة الصحة وشركات الدواء. فكان في صراحة هو الجامع جميل جدا بس من مختلف بقى الأماكن، فدي يمكن كانت أصعب حاجة. احنا طبعا السنة دي بنشهد إطلاق المؤتمر بنسخته الرابعة. السنة دي مختلف تماماً عن السنين اللي فاتت. السنة دي كان في مشاريع كتيرة بتتكلم على فكرة الوصول للمريض المصري بأحسن طريقة ممكنة من حيث كفاءة
وشراء المنتجات الصيدلانية. والحاجة الثانية ودي من التوجهات المهمة جدا، فكرة استدامة العلاج. استدامة العلاج طبعا الهدف منها ان ما بقاش في اي انقطاع لعلاج لاي مواطن مصري. دي نقدر نحققها عن طريق التقييم الاقتصادي والسياسة الصحية الجيدة اللي قامت بيها أمانة المراكز الطبية المتخصصة في توفير هذا العلاج في المراكز الصحية وطرق توفير العلاج. طبعا السنة دي كان بنشهد إطلاق مشاريع عدة أطلقت من قبل الأمانة في التقييم الاقتصادي بالذات وتوفير مشاريع الاستدامة. احنا في شركة أكسايت للأبحاث كمان ساعدنا في كثير من التقييمات الاقتصادية والسياسة الصحية للمشاريع المطلقة، وإن شاء الله بإذن الله دي تكون خطوة على الطريق لوصول لخطة مصر 2030، فكرة استدامة الخدمة الصحية والتغطية الصحية لكل المواطنين بإذن الله.